بسم الله الرحمن الرحيم. السادة أعضاء الجمعية العمومية للمحامين التي انعقدت بمشيئة الله وإذنه من صباح اليوم في انعقاد غير مسبوق يؤكد حرص المحاماة والمحامين على نقابتهم وعلى مستقبل المحاماة. تعلمون أن هناك فريق من المحامين يعتنق ما أسميه فقه إفشال النقابة. فقه إفشال النقابة في أي عمل، نرفع قضايا، نفتعل عقبات، نعمل وقفات، نعرض بالنقابة المحامين ونسيء لها على صفحات الواتس والفيس، البيانات المضللة الكاذبة الخادعة. تعرضت الجمعية العمومية لحملة قاوموا الانعقاد. منذ أن دعونا للجمعية العمومية للنظر في زيادة المعاشات وفي اعتماد الموازنات الصادرة عن نقابة المحامين عن أعوام 18 و17 و16، انطلقت الدعوة القضائية. 7 دعاوى قضائية تحمل الغل الانتخابي الفاشل وتحمل الفشل ذاته في ضرورة إفساد الجمعية العمومية وعدم انعقادها باستغلال الأدوات القانونية المتاحة. 7 دعاوى بعشرات الأسباب التي تستهدف عدم انعقاد الجمعية العمومية وقانونها. حتى جاء حكم المحكمة ليمثل لطمة قانونية ردت عليهم كل الأسباب بالرفض وقررت سلامة الانعقاد وسلامة الدعوة وسلامة الإجراءات وسلامة الموقف القانوني لمجلس نقابة المحامين في دعوته للانعقاد، وتحفظت فقط على طريقة التصويت على بنود جدول الأعمال، وطلب الحكم بغير طلب من المدعين أن يجري التصويت بند بند. وبالرغم من اعتقادنا بعدم سلامة من انتهى إلى الحكم فيما يتعلق بطريقة التصويت، إلا أننا أعلننا امتثالنا والتصويت بند بند. وأكدنا أنه ليه إحنا مش عايزين التصويت بند بند، لأنه كان هناك استحالة في الفصل بين إقرار زيادة في المعاشات أكدها خبير اكتواري مبنية على موازنات النقابة المختلفة اللي تحدثت عن الفائض فاعتمدها، فأصبحت هي أساس الاحتكام إلى جواز زيادة المعاشات، بمعنى أنه كان بغير هذه الموارد اللي احنا دبرناها وهذه الفوائض اللي احنا رتبناها واللي ظهرت في الموازنات اللي احنا قدمناها لكم اليوم، الا انه كان من الخطورة بمكان ان تعتمد زيادة دون ان تعتمد مورد هذه الزيادة، لانه ده معناه انك تعرض الزيادة للفشل وتعرض الزيادة التي تقررها لا قدر الله لو لم تعتمد الميزانيات الى عدم اعتماد الموارد الى عدم امكانية السداد فتتوقف النقابة. ده المأخذ اللي احنا كنا متمسكين به، لا هروبا من المواجهة ولا هروبا من اعتماد الموازنة ولا استشعارنا. ده احنا نشرنا
الميزانيه على صفحات الفيس، على موقع نقابه المحامين، على صفحتي، على كل الصفحات، علشان كل الناس تعرف اللي في ميزانيه نقابه المحامين ايه. احنا اصحاب اكبر انجاز في تاريخ نقابه المحامين، احنا بنباهي بان احنا حققنا اكبر فائض في تاريخ نقابه المحامين. هذا الفائض لم يتحقق في اي سنه من السنوات. احنا في 2011 ما كانش فيه في نقابه المحامين فائض، كنا على شفا افلاس لولا جمعية العمومية اللي عقدناها في 2013 واللي قررت زيادة دمغات وزيادة بعض الرسوم والضوابط. ما كنا استطعنا أن ننجز شيء ولا أن نؤدي إلى استحقاق حقيقي لاستحقاقات المحامين اللي موجودة. ومع ذلك نحن نفتخر بهذه الموازنة وبما أنجزنا فيها وبما أديناه فيه. احنا حققنا في الثلاث سنين دول صرفنا ما يقرب من 1 مليار جنيه على العلاج وعلى المعاشات. 1 مليار جنيه. استاذ ماهر لو سمحت، يا استاذ ماهر غادر القاعة لو سمحت. مليار جنيه خصصناها للمعاشات والعلاج في ثلاث سنين، ده مش مسبوق في تاريخ نقابة المحامين. ولا حجم الضخ اللي احنا انجزناه في زيادة المعاشات المتتالية قبل اخر زيادة قررتوها النهاردة، كان ده متحقق في سنوات. انا بعتبرها اعجاز ان احنا نضبط ايقاع نقابة المحامين وننقي الجداول ليصبح جدولنا كله لا يتجاوز 200,000 بما فيه جدول العام. ومع ذلك تقل موارد الشركات، ومع ذلك لا تقل موارد النقابة، لأن احنا كنا على حق في أنه غير المشتغلين هم اللي خرجوا من ساحة العمل النقابة، من ساحة المحاماة، واللي باقي معظمهم هم المشتغلين. إذا احنا أصحاب إنجاز، ما سمحناش أصحاب شيء نقفيه. حتى ما تحدثوا بشأنه عن مبنى نقابة المحامين اللي أجريت فيه الانتخابات النهاردة، هو احنا كنا بنمنع عبارة عشان يقول لا 60 مليون كتير و90 مليون ونزود في الأرقام؟ ما بنبنيش عمارة، احنا بنبني مبنى نقابة المحامين في مكان في منتهى الخطورة، مبنى جنبنا مترو، عمل حاجز ضخم للمية الجوفية، مبنى نقابة الصحفيين عمل حاجز ضخم للمية الجوفية، فأصبحت في منطقتنا احنا. كان لازم ده يتشال، ويتشال بتكاليف كل خبراء الهندسة بيؤكدوا على سلامتها. احنا ما بنجريش، ما مش مسلمين الى المبنى لمقاول من تحت السلم، ولا مقاول قطاع خاص، ولا واحد صاحبنا، ولا واحد معرفتنا، لا ده احنا مسلمين المبنى لشركه الانتاج الحربي التابعه لوزاره الانتاج الحربي، وهي شركه حكوميه مسؤوله، لا تقبل زياده تاخده ولا تقبل تاخد اقل من المستحق لها، بغض النظر عن قيمة التكليف. تقبل ان احنا نقول غالي رخيص ده موضوع اخر، لكن التشكيك في الزمن ده اللي احنا قلنا عليه خط احمر. وانا قلت وباكد تاني، اللي عنده شيء في الميزانية خلاص خلصت النهاردة، اللي عنده شيء ضد الميزانية يرى فيه انه في جريمة يقدم بلاغ. لو عنده دليل على وجود جريمة في المال العام في نقابة المحامين وجبن على انه يقدم البلاغ يبقى مش محامي، يفتقد الشجاعة على طول، لا يقدم بلاغ، بس يتحمل مسؤولية نبلاغ، يتحمل مسؤولية إثباته، لأنه لو استغل البلاغ للإساءة بأي حد في نقابة المحامين مش هنسيب حقنا لا بالقانون ولا بالتأديب. هذا حديث عن الذمة وعن الشرف وعن النزاهة خط أحمر غير قابل للتجاوز، لا نقبله على أي محامي، مش بس على نقيب المحامين ولا على عضو النقابة العامة ولا على عضو النقابة الفرعية، لا، خط أحمر على كل محامي. تحدث في أي شيء، انتقد أسلوبك في العمل، أسلوبك في الأداء، لا تتحدث عن الذمة إلا إذا كان لديك دليل. إذا ثبت لديك الدليل تحقق الأمر. نعود إلى أن خطة إفشال الانعقاد فشلت بالحكم اللي صدر بالانعقاد.
خطة إفشال الحضور أيضا فشلت. ما اكتفوش ده، هم نزلوا منشطات وعلى صفحات ما فيش جمعية عمومية، المحكمة حكمت بالإيقاف علشان يخدعوا المحامين وما يجوش. أنا كتير من المحامين كانت بتتصل، هو حصل إن المحكمة حكمت بالإيقاف لدرجة إن إحنا اضطرينا نزيح منطوق الحكم كما تلا رئيس الدائرة وفسره ووضحه وكشفه لكل المستمعين، وقال كلام في منتهى الاحترام إحنا بنقدره كتوضيح لأداء حكم في غاية الخطورة يمس نقابة المحامين. يعني إحنا بنتكلم على حكم بيصدر قبل أن يقل 24 ساعة، وعلينا إن إحنا لا نغفل الدعوة ولا نتراجع عنها، وأيضا كمان نستجيب لحكم المحكمة في طلباتها المتعلقة بالتصويت بند بند. فورا أعلننا إن إحنا مستجيبين لطلبات المحكمة والتصويت بند بند، وغيرنا ورقة التصويت في 24 ساعة علشان تبقى زي ما حضراتكم شفتوه بند بند وسنة سنة. الميزانية 16، ميزانية نقابة متوافق أو لا توافق، ميزانية صندوق توافق أو لا توافق عن كل سنة من السنوات، مراجع الحسابات أيضا توافق أو لا توافق لوحدها، زيادة المعاشات رغم تحفظنا أيضا في فقرة واحدة، حاولوا بكل الطرق إفساد الحضور للإنعقاد. وانعقدت الجمعية العمومية، وانعقدت الجمعية العمومية بأعلى حضور في تاريخ نقابة المحامين. أيضا أفسد المحامين اليوم محاولات أصحاب الفقه، فقه الإفشال، إفساد اليوم بافتعال المعارك، توزيع بيانات، منشورات، احتكاك، وقوف على الصناديق، واعتراض على الحضور، اعتراض على لدرجة إن أنا قلت عادوهم يشوفوا عملية التصويت ورقة ورقة، ويحضروا عملية الفرز ورقة ورقة، ويحضروا إعلان النتائج ورقة ورقة، ويصوروا الدفاتر علشان ما حدش يبقى عنده حجة. مفيش حجة لأنه ناس شافت المحامين اللي تدفقوا على نقابة المحامين، هما اللي جم دول مش محامين مصر، هما دول محامين مصر المشتغلين. احنا ما جبناش ناس من بره، ما جبناش ناس من بره علشان تصوت على مستحقات او استحقاقات نقابة المحامين. ونجحنا ايضا في الخطوة الثالثة، وتجاوزنا محاولة الإفساد واستجبنا لكل الاعتراضات ومحاولة إفساد اليوم علينا، أو إفساد اليوم أو تشويهه حتى أمام الرأي العام، في إنه حد يتصور مش عارف إزاي ويعمل إنه ضحية وإنه مجني عليه وإنه نقابة مفترية. لا، إحنا استطعنا إن إحنا نفوت الفرصة. اليوم أنا أزف لكم النتيجة، نتيجة الجمعية العمومية. عدد الحاضرين الذين شاركوا في الجمعية العمومية 18,022. عاشت بقالة المحامين، عاشت بقالة المحامين. الأصوات الصحيحة 17,559. الموافقة على زيادة المعاش في البند الأول خدت 16,681. يعني في حوالي 900 واحد ما كانوش موافقين زيادة المعاش. عشان تعرفوا مين اللي مش عايز أي حاجة تتحقق في النقابة. شوفوا حتى بعد الفصل علشان بس تتأكدوا إنه الموضوع مش معاش وميزانية، لا، ده هو مش عايزين مصلحة أصلا تتحقق للمحامين علشان يمهدوا لنفسهم انتخابية. وبالتالي هذه هي النتيجة. البند ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا وسابعا لغاية اللي هي الميزانية، لغاية اللي هي من 1 ل 6 فيها
16 17 18 صندوق ونقابه 15803 موافقين. الله اكبر. مراقب الحسابات اخر بند 15150 موافقين. عاشت إرادة المحامين. عاشت إرادة المحامين. ده معناه عاش النقيب سامح عاشور. ده معناه عاش النقيب سامح. ده معناه معناه لو سمحت ده معناه أن أننا نسير في الطريق الصحيح. وده الأهم، نلتفت عن كل اللي فات، إحنا مش هنتراجع. تقررت زيادة المعاشات بكل محتوياتها وأصبح الله أكبر الله أكبر. تم اعتماد الموازنات، ومع ذلك أنا مستعد أتقبل أي ملاحظة تطلب التحقق من أي بند في هذه الميزانيات حتى بعد إقرارها. ولا يوجد شيء لدينا لا نخفيه ولا نتراجع عنه ولا نخاف منه. ومش من احنا اللي يعني نختفي وراء اجراءات شكليه علشان نؤكد سلامه ادائنا. ادائنا مكشوف وواضح، نتمتع بشفافيه كامله. احنا عندنا جهاز مركزي، مقيم في النقابه، عنده غرفه، ما فيش ورقه بتدخل او تخرج الا لما بيراجعها. ومع ذلك الجهاز المركزي بعت لنا جواب للجمعيه العموميه، لو معنا صورته دلوقتي نتلوه، هنشر جواب جهاز المركزي للمحاسبات عشان تعرفوا ايه ملاحظاته على 13 على ثلاث ميزانيات. الشرعيه للجمعيه. الشرعيه للجمعيه. الشرعيه للجمعيه. الشرعيه للجمعيه. بقي انه انا باسم زملائي اعضاء مجلس النقابه وباسم النقباء واعضاء النقابات الفرعيه بشكر كل المحامين اللي جم لمدة 24 ساعة رايح جاي، لا في مبيت ولا في استضافة ولا في أي ميزة غير تحمل نفقات الانتقال اللي احنا ملزمين بها طبقا للقانون. المحامي اللي جه من أسوان طلع الفجر علشان يصور دلوقتي وروح دلوقتي علشان يلحق يروح محكمته بكرة، ده لازم نحييه، ونحيي كل المحامين اللي شاركوا معانا وقفوا على رجليهم لغاية إتمام العملية التصويتية لكافة بنود هذا الانعقاد. عاشت نقابة المحامين وعشتم لنقابة المحامين. السلام عليكم ورحمة الله. من الشعب صوت طليق قوي أبي عميق. من الشعب صوت طليق قوي أبي عميق عريق يقول أنا الشعب والمعجزة. أنا الشعب لا شيء قد أعجز. وصاح من الشعب صوت طليق قوي أبي عميق عريق. وصاح من الشعب صوت طليق قوي أبي عميق عريق يقول أنا الشعب والمعجزة. أنا الشعب لا شيء قد أعجز. وكل الذي قاله أنجز. أنا الشعب، أنا الشعب لا أعرف المستحيل.